خوذي اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحيه الاحرف المغرب وخارج المغرب. الصدمه كانت قويه، الصدمه كانت قويه، والصدمه كانت قويه. واش نطر المغرب؟ واش الصدمه؟ واش الصدمه ديال العصابه؟ والعصابه مصدومين هذا النهار. العصابه كلها، العصابه المغربيه، العصابه اللي كتحكم المغرب، العصابه اللي كتسيطر على المغرب، ومصدومه من القرار ديال القضاء الايطالي في القضيه ديال دريس فرحان. وراهم مصدومين، وهذا النهار وراهم ما نعسوش البارح وما غينعسوش اليوم، لانهم صدموا. والمنظومه من الفنانين القواويد، من المغنيين، من الصحفيين المزورين، من القضاة المزورين، من الأجهزة ديال العصابة المغربية، ومصدومين. ودريس فرحان ونيش عليهم، عرفتي ديك اللعبة النبلة، وجابها جاب والله الا جاب ديك اللعبه شي واحد كينيش بالنبله وكيجيبها يعني نيت كي، وهكذا دار لهم دابا. والله العظيم الى اش غنقول لكم، يعني كنحس بواحد السعاده. هذا المنظر كان برزتني هذه القضيه ديال، يعني انا كنت شاك في القضيه. انا في الاول كان كيبان لي ان القضاء الايطالي ما غاديش يعطيه لهم، لان القضاء الايطالي ما كتحكمش فيه الاجهزه الامنيه. القضاء الايطالي مستقل، يعني هذه واحد السيمه في 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 جميع الدول الغربيه الديمقراطيه، كاين استقلاليه السلطات. يعني الامن ما كيتدخلش في القضاء، والقضاء ما كيتدخلش في الامن، يعني كل واحد كيخدم الخدمه ديالو. العصابه المغربيه كيحسب ليهم راه ايطاليا بحال المغرب، غنعيطوا على الوزير وغنسلموا عليه وغنعشيه وكذا، وغنهضروا معاه نقول له عرفتي شنو، راه واحد خاينه عندكم غتصيفطوا لنا، راه يقول لهم اوكي صافي. زعما الوزير راه عنده تاثير على القضاء، يعني بحال المغرب. يعني الوزير يعني اي مسؤول يمكن يكون عنده تاثير على شخص اخر ولا على مؤسسه اخرى. يعني الوزير يقدر يهضر مثلا مع القاضي ويقول لي حكم عليا داك بنادم 20 عام. وهنا ايطاليا ما عندوش هذه القضيه، لان يعني ماشي الوزير ما عنده حتى شي دخل في القضاء، ولا مسؤول امني ما عنده حتى شي دخل في القضاء. وهذا الشيء اللي كان كيحسب العصابه المغربيه اللي تعودوا على هذه القضيه منذ زمان طويل. لان احنا في المغرب ما عندناش قضاء، في المغرب ما عندناش مؤسسات، ما عندناش اجهزه، ما عندناش، يعني عندنا جهاز واحد في المغرب وهو العصابه. العصابه اللي حاكمه المغرب هذا هو الجهاز اللي كاين في المغرب. هانتوما هانتوما شفتوا الصدمة اللي وقعت ليه دابا. إيطاليا دولة كتآمن بالحريات، كتآمن بحرية التعبير. العصابة عطاهم واحد الملف مزيف مفبرك، أن السيد كيتاجر في البشر، وجايبين دوك القواويد الفنانة بحال لطيف رأفات وبحال دوك اليوتيوبرز المعوقين، فهمتي؟ وقالوا لهم فوالا راه هاد خينا راه كيتاجر في البشر وعنده هادي وهادي. ولكن القضاء الايطالي ماشي ميخي غنقول ليه فوالا وغادي ما غاديش. القاضي الايطالي كيقرا، غادي يشد الملف وغادي يقراه وغيمشي يسهر عليه وغادي يدرسو، لان ما غيبغيش يظلم واحد الشخص. وباش تكون قاضي راه ما خصكش تظلم، واخا الانسان يكون مجرم خصك تقرا ليه الملف ديالو. وحنا عندنا في المغرب والمجرمين عندهم قيمة على المعارضين. شتي في المغرب تكون مجرم وما تكونش معارض، شتي تكون دباح وما تكونش معارض، تكون كتسرق المال العام ما تكونش معارض، تكون تكون مع شنو كدير غا ما تكونش معارض، شتي غا ما تعرفش النظام ما توقفش ليهم شوكة في حلقهم وما كاينش اللي يهضر معاك. السرق الذبح دير اللي بغيتي، ما كاينش اللي كيتسوق ليه. ولكن غاتنوض تقول لهم عرفتي نتوما راكم نتوما هما المشكل اللي كاين في هذه البلاد هذه، تينوضوا لك كلهم، يعني كيجيبوا لك الفنانه والصحفيين وهذه والتومه، يعني تمثيليه. يعني العصابه المغربيه داروا فيلم
باش يجيبوا فرحان باش يحاولوا يطلعوا القضاء الايطالي يعني يعني الانتربول والقضاء والامن وجابوا الشهود اللي لطيف رأفت او حشومه صح احنا كنعرفوا لطيف رأفت هي خادمه ديال النظام يعني منذ عهد حسن الثاني هي يعني رمز من رموز النظام المغربي يعني ما يمكنش غادي جابوها قالوا لها شهدي لنا على الناس والصحافه المغربيه الصفراء كل شيء كان كيطبلوا والقضاء الايطالي غادي يسلم لينا هذاك خينا اللي كيمس بالمؤسسات وهادي اش المؤسسه واش في المغرب عندنا مؤسسات راه يا ريت لو كانت عندنا مؤسسات والله تندير لكم البورجور لو كانت عندنا ولكن ما عندناش مؤسسات والسيد كذبتوا عليه لفقتوا ليه ملفات كذا السيد فضحكم فضح القضيه ديال اسكوبار اللي اسكوبار القضيه اسكوبار غير 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 حلقه في داك الشريط طويل ديال المافيا في المغرب الا جيت تشوف مثلا يعني اسكوبار غير يعني حلقه في السلسله الا جينا نشوفوا الاخر ديال السلسله راه ماشي غير اسكوبار راه وصل القضيه للقبه فهمتي وهادشي هادشي علاش ما بغاو يسكتوه لانه عرف شي النظام المغربي ملي كتبقى تعرف ليه السرير ديالو ما كيحملكش دير اللي بغيتي هادشي اللي قلت لكم سرق ذبح دير اللي بغيتي غير ما تجبدش لهم السرير ديالهم ما تجبدش لهم الفضيحه ديالهم ويهنيو ولكن إن فوات نوض تقول لهم راكم انتوما هما العصابه وانتوما اللي كدير وغينوضوا لك كلهم يعني يجندوا لك جميع الانواع البشريه اش من يوتيوبرز واش من ناشطين حقوقيين واش من صحفيين وفنانين وخصك غير واحد القضيه في المغرب واش عمركم شفتوا شي فنان يعني ضد النظام ولا ممثل ضد النظام ما كايناش قليل وما باينينش كتلقى في دول ديمقراطيه اللي عندها فعلا استقلاليه ديال السلطات كتلقى فنانين كتلقى مغنيين تيخرجوا اغاني على المسؤولين تينتقدوا النظام علنا في الصحف في البرامج التلفزيونيه كينتقد الرئيس كينتقد المؤسسات كينتقد كل شيء وكحنا في المغرب لا يا لا القبه ما خصكش تنتقدها انتقد كل شيء ولكن القبه ما تنتقدهاش العصابه ما خصكش تنتقدها ولكن انهزموا اخيرا يعني كنعرفوا هاد الانهزامات اللي كيحققها النظام المغربي يعني منذ زمن طويل خاصه في الملف ديال الحقوقيين وديال الناشطين والناس اللي كيفضحوا الفساد خاصه الناس اللي كيعيشوا في الخارج يعني النظام المغربي كيتلقى يعني صدمات متعدده يعني صدمه من بعد صدمه ها هو فرحان شخص واحد جاب محامي واحد وها هو انتصر عليكم راه هذا هو النظام المغربي شتي النظام المغربي راه كنعرفوه كلشي كيعرف النظام المغربي كلشي كيعرف النظام ما كاينش شي واحد اللي كيخفى عليه النظام المغربي يعني القذاره ديال النظام المغربي يعني ديك العصابه ديال اللي كتحكم المغرب كلشي كيعرفها هل انتم كتشوفوا دابا شنو داروا يعني جهزوا يعني اش نقول لكم جهزوا يعني كتيبه باش يحاولوا يدخلوا ادريس فرحان المغرب ويحكموا عليه يعني باش يحكموا عليه بالاتجار والبشر وشوفوا القذاره وكل شيء كيعرف ان ادريس فرحان ما عنده حتى شي علاقه بالاتجار والبشر فرحان اللي دار وهو فضحكم يعني فضح العصابه فضح التجار الحقيقيين ديال تجاره ديال المخدرات يعني وهذا الشيء راه معروف في المغرب شكون هما الناس اللي يعني اللي كيسيطروا على تجاره المخدرات في المغرب راه ماشي هذيك البياضق اللي كتسمعوهم راه شدوا هذا ولا هذا البارون المخدرات ولا راه القصر هو اللي هو اكبر بارون في المغرب ديال تجاره المخدرات هو اللي كيصدر المخدرات وكيربح منها هو منذ اكثر من 40 سنه والنظام المغربي والقصر كيربحوا من المخدرات ولكن كتشوفوا بعض مره كيشدوا على ديك اللعبه ديال البارول المخدرات والاجهزه شدات 50 طن ديال المخدرات هذاك الشيء غير كيبغوا يصوروا العالم على اننا حتى حنا خدامين فهمتي حتى حنا كنحاولوا القضاء على المخدرات والقضاء على هذه على هذيك الشيء كلها رماد في العيون يعني النظام المغربي كنا كنعرفوا ها هو القضاء الايطالي ضحك عليهم القضاء الايطالي خورهم القضاء الايطالي خور النظام المغربي دابا ديك العيال قال لي واه السي
وسير ضيف معلم فهمتي، سير شوف لك شي حاجه اخرى، سير عطي للناس الحقوق ديالها، خلي الناس يهضروا. والله العظيم دابا النظام المغربي جاب الشهر راسه، النظام المغربي جاب الشهر راسه، دابا فضح راسو عند ايطاليا، فضح راسو عند القضاء الايطالي. دابا القضاء الايطالي دابا كنلقاوهم القوذات في ايطاليا مجموعين وكيضربوا فهمتي، ها اللي كيشرب بيرة، اللي كيكميغارو سيجار كذا، وكيضحكوا على الحموشي، تيقول لهم تيخدموا القوالب باش كيجيبوا الناس اللي غير كيهضروا، ودرسوا الحال غا هضر غنفضحهم. وراه بالعكس شي واحد اللي كيفضح الفساد راه خصنا نهزوه، راه خصنا نعطوه ميداليه، راه خصنا نعطوه وسام. الناس اللي كيبدحوا الفساد واللي كيجود بحال الضواصه راه هما اللي خصهم الاوسمه، ولا كنعطيهم الاوسمه غير القواويد والقوادات، هما الناس الحقيقي اللي فعلا يعني عندهم دور يعني فضح الفساد. لا هادوك، لا هادوك اعداء الوطن، وهادوك الخوانه، وهادوك تيزرعوا الفتنه، وهادوك خص المحاكمه ديالهم. ايوا فينكم دابا الدخيسي والحموشي والهمه والمجيدي ومحمد الساريس وكذا دابا شدهم السريسره هاد النهار ما غينعسوش، والله العظيم ما غينعسوش، غيبقاو قرابين للطواليط فهمتي، لان شدهم السريسره دابا فهمتي بالفقصه، بالفقصه ها اللي كيتقيا لي شد السريسره اللي ضروا راسو فهمتي، ها اللي غادي يمشي يسكر غيبقى ها اللي غيمشي يبقى يضرب الروج في الصباح فهمتي. لا الصدمه، الصدمه كانت قويه بعد، والله العظيم لا صدموهم، والله العظيم هذا انتصار عظيم. وكنتمنى الاخ يعني درس فرحان انه يكمل المسيره ديالو، وهذا انتصار عظيم ماشي غير درس فرحان، ولكن انتصار عظيم لجميع الناس اللي كيدافعوا على كلمه الحق. يعني هنا انتصار الحق على الباطل، هنا فين كنقولوا انتصار الحق على الباطل، هذا شيء جميل والله العظيم، هذا شيء جميل. وانا فرحان هذا النهار، والله العظيم فرحان، هذا الخبر غادي يخليني فرحان هذا الويكند كله، يعني هذا الويكند كله غادي نكون فرحان بهاد القضيه، وغنكون حاس براسي انني منتصر على العصابه، على الكتيبه الكتيبه اللي تفضحات في جميع انحاء العالم. والله العظيم الا دايرين دابا، ودابا دابا دايرين لنا عصابه في المغرب اصاحبي، عصابه بالكذوب والقوالب وكذا. والله شتي العصابه الا عندها شراب، شتي العصابه كتحترم القوانين، العصابه ما كتظلمش الناس، شتي عصابه، العصابات دوك العصابات ما كيظلموش، ما كيتعداوش، كيحاسبوا الناس اللي كيخونوهم، كيحاسبوا الناس اللي كيسرقوهم، كيحاسبوا الناس اللي كيتجاوزوا الحدود. ولكن النظام المغربي راه ماشي عيص، يعني ماشي اش نقول لكم، قطاطعيه النظام المغربي هو عباره على قطاطعيه فهمتي، ديك ما 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 تعرفوش الرحمه، فهمتي اي واحد ضدهم خصهم يساليو معاه. واش غنقول لكم، والله يعطيكم مصيبه وصافي، هادشي اللي غادي